Mamunye. Today, let's start with Connect 2, Unit 7, Second Term, Into the Countryside. النهاردة معادنا مع منهج Connect 2, الترم الثاني الدرس السابع, Into the Countryside. Let's start with a new word. سنبتدي مع بعض بالكلمات. وأول كلمة معايا النهاردة في Part 1 هي Flower. 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 Okay, repeat after me please. قولوا ورايا. Park. Park. Park, الحديقة. Park. Okay. Tree. 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 Grass. Grass, اللي هو العشب اللي موجود في الأرض. Grass. Grass. Okay. River. River, اللي هو النهر. River. River. Rainbow. Rainbow, اللي هو قوس قزح. Rainbow. Rainbow. Okay. Bench. Bench, اللي هي الدكة اللي بنقعد عليها في البارك في الحديقة. Bench. Bench. Okay. Bee. النحلة. Bee. Bee. Okay. Ant. Ant. النملة. Ant. آخر كلمة معايا النهاردة. Lemon. Lemon. الليمون. Lemon. Okay. دي كانت الـ new words. الكلمات الموجودة معايا النهاردة في part 1 unit 7. طيب نشوف مع بعض أين عندي الجزء الخاص بريدنج القراءة. Okay. Let's read. يلا بينا مع بعض نقرأ ونشوف اللي احنا قريناه ده معناه ايه. Let's start. Please listen to me carefully. اسمعوني كويس جدا. In the park there is a river. في الحديقة يوجد نهر. Plants, grass and a tree. وكمان نباتات وعشب وشجر. In the park في الحديقة there is a flower. في زهور. That I love to see. اللي بحب أشوفها. In the grass في العشب there is an ant. في نملة. In the flower في الزهرة there is a pea. يوجد نحلة. In the tree في الشجرة there is a bird. في طائر أو عصفورة. That I love to see. اللي بحب أشوفها. يبقى احنا هنا يا ولاد في الجزء الخاص بالريدنج هو بيتكلم عن البارك وإيه اللي موجود فيها. In the park there is a river, plants, grass and a tree. In the park there is a flower that I love to see. In the grass there is an ant. In the flower there is a pea. In the tree there is a bird that I love to see. Okay, let's move to another part. هنا عندي الجزء الخاص بالجرامر وهي القواعد. القاعدة اللي عندي النهاردة اللي هتكلم عليها there is not. اوكي تشوف مع بعض معناها ايه وازاي بستخدمها. Let's start. اول حاجة هنتكلم عن الجزء الخاص بالبوزيتيف او الجملة المثبتة. There is ممكن اكتبها there is احنا شايفينها كده او بالاحمر there's وهي بتيجي للاسم المفرد ومعناها يوجد. يوجد. اوكي for example على سبيل المثال لما اقول there is a rainbow in the sky. يوجد قوس قزح في السماء. يبقى هنا بقول ان يوجد حاجة مفرد قلت rainbow يبقى مفرد اهو في السماء. اوكي طيب لو انا هنا عايز اتكلم عن النيجاتيف اللي هو النفي يبقى هقول ايه. very good there is not or there isn't برضو بتيجي للاسم المفرد ولكن هنا معناها لا يوجد. طيب for example على سبيل المثال لما اقول there isn't a bird in the tree. لا توجد عصفورة في الشجرة. يبقى there isn't لا يوجد عشان ده نفي بنفي وجود الشيء ده. اوكي اخر جزء معايا في part 1 وهو هنا how to make a question. زي بعمل سؤال بقول is there. Is there وهنا معناها هل يوجد ودي برضو بتيجي للمفرد. لما اقول is there fish in the river. هل يوجد سمكة في النهر. وخدوا بالكم ده ما انا سألت is there يبقى لازم اجابة تكون yes او no. يعني هقول yes there is or no there isn't. اوكي ده كان الجزء part 1 unit 7 connect 2
كان معاكم الشيماء منير. Thanks for watching and see you soon. Bye.